بونجور، معكم باري مصري من شركة جي اس كي ريل استيت. نحن اليوم موجودين بمنطقة كفر ياسين، عم نشوف ابارتمنت مساحتها 204 سكوير متر. الشقة هي 151 سكوير متر ومع جاردن 160 سكوير متر، وعندها اوبن سي فيو. هون عندنا صالون، منشوف سي فيو، موقعها كتير حلو، شقة شرحة وبالكوني سبيشيوس. عنا داينينج هون، نرجع منفوت على الكيتشن، بيلت ان كيتشن. في عنا انستالاسيون شوفاج، في عنا اي سي بغرف النوم، عنا هون ميد روم مع حمامة. منشوف هلا الجاست باثروم، وننتقل على سكشن غرف النوم. عنا 3 بادرومز، 2 ريجولار بادرومز، 1 ماستر. عنا هون اول غرفة شفناها، عنا سكند بادروم، طبعا في حمام مشترك. ننتقل على الماستر بادروم، هيدا حمامة. هيدا سكشن تابع للماستر بادروم. شقة حلوة قريبة على الاوتوستراد، few minutes away، ولوكيشن كتير حلو. نرجع منشوف الفيو من الشقة. فيو رائع.